الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأشد فتكا في التاريخ. تفشى سنة 1918 وباء عالمي سببه سلالة من فيروسات الإنفلونزا عرفت باسم الإنفلونزا الإسبانية. انتشر هذا الوباء بسرعة وقتل الآلاف بلا تمييز، كبار وشباب ومرضى وأصحاء، وتوفي ما لا يقل عن 10% من المصابين. اختلفت التقديرات حول عدد وفيات هذا المرض، لكن يعتقد أنه أصيب ثلث سكان العالم وأودى بحياة ما لا يقل عن 50 مليون شخص، ما جعله أشد الأوبئة فتكا في التاريخ الحديث. من المستبعد أن تكون إسبانيا مصدر الفيروس، مع أنه اكتسب اسم الفيروس الإنفلونزا الإسبانية في ذلك الوقت. بدأت الجائحة سنة 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويعتقد المؤرخون أن الحرب كانت سببا جزئيا لانتشار الفيروس، إذ انتشر المرض بين الجنود في الأماكن المكتظة الملوثة والرطبة، وساهم ضعف جهازهم المناعي الناجم عن سوء التغذية في إصابتهم، وعرف مرضهم باسم النزلة الوافدة. وكان شديد العدوى والانتشار بين صفوف الجنود، لكن جنودا كثيرين تحسنوا بعد إصابتهم بالعدوى بثلاثة أيام تقريبا، في حين توفي البعض الآخر بسبب المرض. انتقل الفيروس الغير مكتشف حينها مع عودة الجنود إلى أوطانهم في صيف 1918، وانتشر عبر المدن والبلديات والقرى، ولم يتعافى الكثير من المصابين من الجنود والمدنيين بسرعة. كان الفيروس شديدا لدى الشباب بعمر 20 حتى 30 عاما، مع أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية من قبل. اقترحت نظرية جديدة نشرت في ناسيونال جيوغرافي سنة 2014 أن الفيروس ظهر لأول مرة في الصين، إذ ذكرت تقارير انتقال مجموعة من العمال الصينيين إلى كندا بين سنتي 1917 إلى 1918. كان معظمهم عمالا زراعيين من المناطق الريفية النائية في الصين، وفقا لكتاب مارك هامفريز الطاعون الأخير. وأمضوا 6 أيام في حاويات قطار مغلقة في أثناء نقلهم عبر البلاد قبل مواصلة طريقهم إلى فرنسا، حيث طلب منهم حفر الخنادق وتفريغ القطارات وتركيب خطوط السكك الحديدية وشق الطرق وإصلاح الدبابات المتضررة، ونقل أكثر من 90 ألف عامل منهم إلى الجبهة الغربية. يروي الكتاب أن نحو 3000 عامل صيني من أصل 25 ألفا أنهوا رحلتهم إلى كندا في الحجر الصحي الطبي. عزل الأطباء الكنديون وقتها مرض العمال بسبب الصورة النمطية العرقية إلى تكاسل الصينيين، ولم يأخذوا أعراض الإصابة على محمل الجد. وحين وصل هؤلاء العمال إلى شمال فرنسا في أوائل 1918، كان الكثير منهم مرضى وسرعان ما توفي المئات. لكن لماذا سميت الإنفلونزا الإسبانية بهذا الاسم؟ كانت إسبانيا إحدى أوائل الدول التي عرف فيها الوباء، ويعتقد المؤرخون أن رقابة الحرب قد تكون السبب وراء هذه التسمية، لأن إسبانيا كانت دولة محايدة في أثناء الحرب ولم تفرض رقابة صارمة على صحافتها، فاستطاعت الصحف بفضل ذلك أن تنشر بحرية تقارير مبكرة عن المرض. وهكذا ربط الناس بين إسبانيا والمرض رغم عدم وجود علاقة فعلية بينهما، وأطلق على المرض الإنفلونزا الإسبانية. في أواخر ربيع 1918 أرسلت خدمة إخبارية إسبانية خطابا إلى مكتب رويترز في لندن لإبلاغ وكالة الأنباء أن نوعا غريبا من الأمراض ذا طابع وبائي ظهر في مدريد، وهو وباء معتدل إذ لم تسجل فيه أي وفيات. ووفقا لكتاب هنري ديفيس الإنفلونزا الإسبانية هنري هولت وشركائه سنة 2000، وبعد أسبوعين من إرسال التقرير أصيب أكثر من 100 ألف شخص بالمرض. أصيب بالمرض ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر إضافة إلى سياسيين بارزين. أيضا أصيب نحو من 30 إلى 40% من الأشخاص الموجودين في أماكن مغلقة مثل المدارس والثكنات والمباني الحكومية، وتعيين خفض خدمات الترام بمدريد وتعطيل خدمة التليغراف لعدم توافر عدد كاف من الموظفين الأصحاء للعمل، وعجزت المنظومة الصحية عن توفير الخدمات والمستلزمات الطبية. انتشر اسم الإنفلونزا الإسبانية سريعا في بريطانيا، وذكر كتاب نايل جونسون بريطانيا ووباء الإنفلونزا أن الصحافة البريطانية ألقت اللوم على الطقس الإسباني، إن الربيع الإسباني الجاف العاصف موسم بشع وغير صحي. وذكر مقال في صحيفة التايمز أن الرياح الشديدة التي نشرت الغبار المحمل بالميكروبات هي سبب الوباء في إسبانيا، وأن مناخ بريطانيا الرطب قد يحد من انتشار الفيروس.
ما هي أعراض الإنفلونزا الإسبانية؟ ضمت الأعراض الأولية للمرض ألم الرأس والإجهاد يتبعه سعال جاف متقطع وفقدان شهية واضطرابات في المعدة ثم فرط التعرق في اليوم التالي. قد يتأثر الجهاز التنفسي بعد ذلك بالمرض ويتطور إلى أعراض الالتهاب الرئوي. وضح هامفريز أن الالتهاب الرئوي أو غيره من المضاعفات التنفسية الناجمة عن الإنفلونزا كان غالبا السبب الرئيسي للوفاة، ما يفسر صعوبة تحديد عدد الوفيات بدقة، إذ قد يكون السبب المسجل للوفاة غير الإنفلونزا. وفي صيف سنة 1918 انتشر الفيروس سريعا في أوروبا، إذ ظهر في النمسا والمجر وألمانيا وفرنسا ومرض العديد من الأطفال وتغيبوا عن المدارس وتأثر إنتاج مصانع الأسلحة بسبب غياب العمال. بحلول 25 من يونيو 1918 وصل الوباء إلى بريطانيا، وفي يوليو ضرب الوباء تجارة المنسوجات في لندن بقوة بسبب تغيب 80 عاملا من أصل 400. ووفقا لكتاب جائحة الإنفلونزا الإسبانية في 2018، ذكرت التقارير تغيب 25 إلى 50% من موظفي الحكومة بسبب إصابتهم بالإنفلونزا. وتحول الوباء سريعا إلى جائحة انتشرت حول العالم، وتوفي 6 بحارة كنديين في نهر سانت لورنس في أوت 1918، وأبلغ عن حالات بين الجيش السويدي قبل أن ينتقل إلى المدنيين وبين العمال في جنوب إفريقيا في الشهر ذاته. ووصلت الإنفلونزا إلى الولايات المتحدة عبر ميناء بوسطن بحلول سبتمبر. ولكن ما هي النصائح التي قدمت للعامة؟ حار الأطباء بما ينصحون مرضاهم. حث بعض الأطباء الناس على تجنب الأماكن المزدحمة أو التواصل المباشر مع الآخرين، وأوصى البعض الآخر بالعلاجات الطبيعية كتناول القرفة وشرب النبيذ أو شرب مرق لحم البقر. طلب الأطباء من الناس أيضا تغطية أفواههم وأنوفهم في الأماكن العامة، وعزى أطباء آخرون الجائحة إلى استخدام الأسبرين مع أنه قد ساعد بعض المصابين حينذاك. نشر إعلان في الصحف البريطانية في يونيو 1918 ليثقف الناس حول أعراض الإنفلونزا، لكنه اتضح أنه كان إعلانا لتسويق أقراص فورمامينت، وهي أقراص أنتجها مصنع للفيتامينات، ولم توقف وفاة العشرات الترويج للعلاجات الزائفة بهدف جني الأموال. زعم الإعلان أن النعناع هو أفضل وسيلة لمنع العدوى، وأنه يجب على كل شخص حتى الأطفال أن يتناول من 4 إلى 5 أقراص من فورمامنت يوميا ليشعر بالتحسن. تلقى الأمريكيون نصائح مماثلة حول كيفية تجنب الإصابة بالعدوى، إذ نصحوا بعدم مصافحة الآخرين والبقاء في منازلهم وتجنب لمس الكتب بالمكتبات وارتداء الكمامات. أغلقت المدارس والمسارح، وفرضت وزارة الصحة في مدينة نيويورك تعديلات صارمة لقانون الصحة يجرم البصق في الشوارع. سببت الحرب العالمية الأولى نقصا في الأطباء في بعض المناطق، وزاد مرض الكثير من الأطباء الأمر سوءا، وتحولت المدارس وغيرها إلى مستشفيات مؤقتة، وحل طلبة الطب محل الأطباء في بعض الحالات. عدد الوفيات. بدأ عدد وفيات الإنفلونزا الإسبانية يتناقص بحلول ربيع 1919، تاركا البلدان مدمرة في أعقاب تفشي المرض وعجز الأطقم الطبية عن وقف انتشاره. وعمت الفوضى العالم لتذكر البشرية بوباء الطاعون الذي انتشر قبل 500 سنة. أشار كتاب نانسي بريستو الجائحة الأمريكية إلى أن الفيروس أصاب نحو 500 مليون شخص حول العالم، أي نحو ثلث سكان العالم حينذاك، وبلغ عدد الوفيات 50 مليون شخص أو أكثر. أصاب المرض نحو 25% من الأمريكيين، وبلغت النسبة 40% بين أفراد البحرية بسبب ظروف الخدمة في البحر. قتلت الإنفلونزا 200,000 شخص حتى أكتوبر 1918، وبلغت الوفيات الإجمالية في الولايات المتحدة 675,000، وأدى ذلك إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو 12 عاما. وتكدست الجثث وامتلأت المقابر، واضطرت الأسر إلى حفر مقابر لأبنائها، وأدت الوفيات إلى تناقص عمال المزارع، ما أثر على موسم الحصاد الصيفي. أما في بريطانيا فقد أثر نقص العمالة والموارد سلبا على بعض القطاعات الخدمية مثل قطاع جمع النفايات. وانتشر الوباء في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي، وبلغت الوفيات في الهند 50 حالة لكل 1000 شخص، وهو معدل صارم.
ما الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وبين هذا الوباء؟ ما زالت الإنفلونزا الإسبانية أشد أوبئة الإنفلونزا فتكا إلى الآن، إذ قتلت نحو 3% من سكان العالم. يشبه ذلك الجائحة التي ضربت العالم عامي 2009 و2010 بعد ظهور شكل جديد من سلالة إنفلونزا الخنازير. سمي المرض إنفلونزا الخنازير لأن الفيروس المسبب له يشبه الفيروس الموجود في الخنازير، وليس لأن الفيروس جاء من الخنازير. سبب إنفلونزا الخنازير أمراض تنفسية سببت أمراض تنفسية أودت بحياة نحو 575 ألف شخص حول العالم في العام الأول وفقا لمراكز CDC. يعادل ذلك نحو 0.007% من سكان العالم، أي أن الأضرار كانت أقل كثيرا من نتائج جائحة الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918. وأفادت الإحصائيات أن 80% من وفيات إنفلونزا الخنازير كانت بين الأشخاص دون 65 عاما، وهو أمر غير معتاد، إذ أن نسبة من 70 حتى 90% من وفيات الإنفلونزا الموسمية تحدث بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. أدرج حاليا لقاح لسلالة الفيروسات المسببة لإنفلونزا الخنازير ضمن لقاحات الإنفلونزا السنوية، وما زال الناس يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، ولكن متوسط الأرقام أقل بكثير من أرقام وفيات إنفلونزا الخنازير أو الإنفلونزا الإسبانية. تسببت الإنفلونزا الموسمية سنويا بنحو من 3 حتى 5 ملايين إصابة حادة ونحو 650 ألف حالة وفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.